أن تكون أهلاويا فهذا حظك السعيد الذي يضمن لك السعادة طوال الوقت، فستعيش راضيا أغلبه حتى عند الهزيمة التي نادرا أن تقع. لن تحزن لأن الفريق أدى ما عليه واللاعبون لم يقصروا. الفوز بكأس مصر يعيد للأذهان السؤال الصعب: لماذا نعشق الأهلي؟ والجواب: نعشق الأهلي لأنه أسلوب حياة، كيان عظيم ومبادئ تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل. نعشق الأهلي لأنه مدرسة تعلم محبيه وجماهيره العريضة في كل مكان معنى الحياة منتصرا طوال الوقت. نعشق الأهلي لأنه يعلمنا كيف نحلم ونحول الحلم إلى واقع. فمن شاهد الدقائق الأخيرة من نهائي كأس مصر فعليه أن يعتبر كثيرا، فلا يمكن أن تأمن روح الفانيلة الحمراء التي حولت تأخر الفريق بهدف حتى 116 دقيقة من عمر اللقاء إلى فوز مستحق أسعد عشاق النادي الكبير ليقضوا ليلة سعيدة جديدة. روح الفانيلة الحمراء التي ساهمت في تعادل الأهلي برأسية عمرو جمال، استطاع حسام البدري المدير الفني أن يعالج إهدار الفرص بتبديلاته التي زادت فاعلية الفريق الهجومية. ثم تأتي اللحظات الأخيرة القاتلة التي احترف الأهلي وروح لاعبيه اللعب خلالها، ليحرز أحمد فتحي هدفا ولا أروع ليتوج نادي القرن بلقب جديد ويسعد عشاقه وجماهيره. هذا هو الأهلي يا سادة، كبيرا 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 ببطولاته وإنجازاته وقيمه ومبادئه، وكبيرا بلوائحه التي يصر البعض على التدخل في صناعتها بدلا من أن يتعلموا الدرس منه ويسعوا لصنع مؤسسة أخرى تنافسه في النجاح. ولكن يبقى الأهلي فوق الجميع.